حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب قال كنت جالسا مع عبد الله بن مغفل المزني فدخل شابان من ولد عمر فصليا ركعتين بعد العصر فأرسل إليهما فدعاهما فقال ما هذه الصلاة التي صليتماها وقد كان أبوكما ينهى عنها؟ قال حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما عندها فسكت ولم يرد عليهما شيئا.